السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود من جديد لشرح النسخة التجريبية للويندوز 10 والمعروفة باسم ويندوز تكنيكال بريفيو. هذه النسخة غير مخصصة للاستخدام الأساسي على جهاز الحاسوب الخاص بك، بل هي مخصصة فقط لتجربتها واكتشاف عيوبها قبل صدور النسخة النهائية في السنة القادمة. ويستحسن تثبيتها على جهاز وهمي أو على حاسوب لا يحتوي على بياناتك الشخصية. إذن بعد تحميل نسخة ويندوز 10 وتثبيتها على جهازك، ستجد أن هذه النسخة جاءت بمجموعة من المميزات والتي سنشرحها لكم في هذه الحلقة. أهم ميزة جاءت في النسخة الجديدة هي عودة قائمة ابدأ ستارت، والتي تحتوي على قسم خاص بواجهة ستارت العادية، بحيث يظهر لك حساب المستخدم وإيقونة إيقاف تشغيل الجهاز، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات والبرامج التي تحتاجها. إذا من خلال هذه القائمة ستظهر لك الواجهة كما كانت من قبل في ويندوز 7، مع إضافة تطبيقات متجر مايكروسوفت. وفي القسم الآخر تم تخصيصه لتطبيقات مايكروسوفت التي كانت تظهر في واجهة المترو بالويندوز 8، كما تم إضافة خانة البحث بدلا من تلك التي كانت مخصصة للشاشات اللمسية في الجهة اليمنى لسطح المكتب. وللولوج إليها بسرعة، تم إضافة خاصية البحث إلى شريط المهام. مثلا نكتب CMD أو الران. إذن كما ترون في الجهة اليمنى لم تعد موجودة خانة البحث. كما تم إضافة ميزة جديدة باسم Task View إلى شريط المهام، والتي تضم خاصية ملتي ديسكتوبس. من خلالها يمكنك إنشاء أكثر من سطح مكتب وهمي، مما يتيح لك العمل على كل سطح مكتب بشكل مستقل. كما تم تغيير اسم متصفح الملفات Explorateur de Fichier إلى نافذة الهوم، والتي تحتوي على نفس الميزات السابقة بالويندوز 8، مع إعطائها بعض الخصوصية من خلال الملفات المفضلة والمجلدات الأكثر زيارة. وأضيف إلى شريط المهام كذلك متجر التطبيقات الخاص بمايكروسوفت ويندوز ستور. أول شيء ستلاحظه هو أنه أصبح بإمكانك التحكم في حجم النافذة مثل أي ملف أو مجلد في الويندوز. نعود من جديد إلى خاصية Task View. فبالإضافة إلى ميزة ملتي ديسكتوب، يمكنك مشاهدة جميع النوافذ المفتوحة حاليا والتنقل بينها بكل سهولة. ميزة أخرى أضيفت إلى الويندوز 10 هي إمكان التعديل موجه الأوامر Command Prompt، بحيث تم تطويره بشكل كبير وجعل التعامل معه أسهل. وبذلك أصبح النسخ واللصق في موجه الأوامر سهلا بدون الولوج إلى إعداداته وتعديلها بشكل يدوي. إذن بعد كتابة لهذا النص، أصبح بإمكاني هنا لصقه من خلال الضغط على زر Ctrl V بكل سهولة دون اللجوء إلى خصائص Command Prompt وتعديل هذه الخاصية يدويا. إذن أصبح ذلك بشكل تلقائي يسهل عملية النسخ واللصق.
إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم مع تجربة مراجعة ومراجعة أهم ما جاء في الويندوز 10، ونتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم، وشكرا لمتابعتكم.